لا تزال ولاية تندوف تتمسك ببعض عادات وتقاليد أجدادها. تندوف الجود والكرم، ما يحل ليل الشتاء ويضيء القمر عتمة المدينة حتى يبدأ وقت السمر في بيت كل عائلة. في جلسة متواضعة على دفء الجمر يرشف الجميع مشروب الكندرة، ذاك الخليط بين ورق الشاي والحليب. مرغوب فيها ماذا كامل قاع هو الجماعة، ومن تعود العائلة تجتمع الحمد لله عليها الليل كامل تصار عليها الوقت بعد المحدد له بين المغرب والعشاء. كندرة تقاليد وعادات أهل الصحراء ورثناها عن أجدادنا في زمن عاد ياسر من الزمن. لا يخلو بيت من الكندرة في شهور الشتاء هنا، الجميع مستأنس بها وبإعدادها، بل وجدوا فيها الدواء لبعض الأمراض. عرفت تندوف بالكندرة في الليل شتاء، وهذا لفوائدها الصحية والطبية التي لا يخفاكم أن الإبريق الممتلئ بالكندرة لا بد من حشوه ببعض الأعشاب الطبية. حب أهل تندوف للكندرة جعلهم بذلك يحافظون على اجتماع العائلة بعيدا عن ضجيج التكنولوجيا التي أشغلت جميعا عن التلق. لتبقى الكندرة رفيقة ساكنة ولاية تندوف والموروث الذي يأبى الاندثار. بنقى محجوب لشروق نيوز تندوف.